طيب ننتقل لموضوع آخر برضو رياضي، أنا حظي رياضي. حلو الرياضة. لاعب كرة القدم الإنجليزي ميسون غرينوود مشاهدينا تعرض لهتافات معادية في الملعب. غرينوود شارك في آخر ربع ساعة من المباراة، وكانت تلك أول مشاركة له في الملاعب منذ أكثر من عام ونصف بعد اعتقاله على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي على خطيبته. ورغم إسقاط التهم عنه إلا أن الجمهور لم يكن حنوناً معه أبداً، وردد الموت لغرينوود الموت، مع أنه تبرئ من التهم. نحن لا نغفل في الحالات الإنسانية أبداً، الجماهير قاسية جداً، والناس دائماً بتفكر ما فيش دخان من غير نار. طبعاً. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.